ليعقوبي نور الدين مزداد بمدينة أكادير سنة 1975. بديت هاد الرياضة كهواية، واحد الرياضة اللي تعلقت بها بزاف لأن عندها علاقة مع الطبيعة، مع البحر ومع الحرية. حاصل على دبلومات في التدريب ديال رياضة ركوب الموج في سنة 2000، وخدمت في شركات مختلفة في نواحي ديال تغازوت. مارست هذه الهواية تقريبا في المغرب كامل، في قنيطرة مهدية، في الرباط، في الدار البيضاء، إمسوان، أسفي، والآن كنخدم خدام أنا فرد من الطاقم كبير ديال أوسيون فاغابون. الرياضة اللي كنمارسو حنا والهواية اللي كنمارسو عندها علاقة بالطبيعة، وهاد الطبيعة هادي لا ما احتفظناش عليها وما رديناش ليها البال، ما غاديش نخليو حتى شي حاجة للأجيال الصاعدة. الرياضة هادي في متناول الجميع، لأن في هذا الوقت ديالنا ولا الألواح ديال ركوب الموج موجودين. كنحتاجوا لواحد البدلة إذا كان الحال بارد، وكنحتاجوا لواحد المدرب اللي كيحب العمل ديالو، وكتخص واحد شوية ديال الإرادة. وهي واحد الرياضة اللي مزيانة، لأن أي علاقة اللي مع البحر هي واحد الرياضة اللي كتخلي الإنسان ديما شباب، الانسان كينسى جميع الهموم ديالو فاش كياخذ البلانشه ديال اللوح ديالو ولا البلانشه ديالو ديال السورف، وكيدخل يسورفي نص ساعه ولا ساعه ولا ساعتين. الشراعية اللي كانت نادرة سابقا دابا ولات موجودة، وكاين الأثمنة صراحة من 1000 درهم، 800 درهم، 2000، 3000، زعما كل واحد كيمشي على قدر المستطاع ديالو. أنا غير النصيحة اللي كنصح الشباب ديال المغرب والشباب ديال الداخلة والشباب ديال العيون، هو أنهم يتعاطوا لهذه الرياضة، لأن واحد الرياضة اللي كتنسيك وكتبعدك من ما تعطاش شي حوايج اللي ما مزيانينش. كتحس بواحد الراحه نفسانيه، واحد الراحه جسديه، وكتعطي واحد القوه، وكتخلي الانسان ديما شباب، وكتبعد خاصه الشباب ديالنا يبعدوا على تعاطي المخدرات وعلى التسكع في الشوارع وعلى سميتو، لان الوقت الفراغ كيعمروه بالرياضه اللي تنفعهم دابا وتنفعهم في القدام في المستقبل. وبالنسبه للناس المبتدئين اللي بغاو يبداو يمارسوا هاد الهوايه هادي ولا هاد الرياضه، اول حاجه مهمه هما يكونوا مرتاحين، يكونوا كيعرفوا يعوموا مزيان، يقدر يكونوا عندهم درايه بالسباحه، بالتيارات المائيه، يكون عندهم معرفه بالبحر اولا. ثاني حاجه النصيحه اللي ننصح هو انهم يلتجئوا للمدرب، اللي ما عمرهم ما مارسوش هذه الهوايه يلتجئوا لواحد المدرب، يعطيهم مبادئ اولى اللي كتسهل وكتجعلهم يفهموا ويمارسوا هذه الهوايه بواحد الشكل اللي ساهل. لان النصائح ديال واحد الانسان اللي ملم بهذه الرياضه كتفيد بزاف، ماشي بحال واحد الانسان ما عارفش غادي ياخذ واحد الحجم ديال واحد اللوح اللي ما غاديش يساعده باش يتعلم، وغادي يكون مضيعه ديال الوقت. النصيحه هو يمشي عند واحد المدرب يسال، وكما كيقول واحد المثال اللي سول ما يتلفش. وصراحه كنتقدم جزيل الشكر الداخله 24، كنتقدم جزيل الشكر للطاقم ديال اوسيون فاغابون.